خليني اخد معانا على التليفون صديقي العزيز جدا ايضا النائب عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل. اهلا بك يا سياده النائب. اهلا بك يا سياده النائب. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. والله يعني انا كنت بوصف الجلسه النهارده بانها جلسه سوف تظل موجوده في تاريخ هذا المجلس النيابي لعشرات العقود، مش بس عبر المضابط، ولكن سوف تظل عالقة في ذهن الجماهير، بل يعني ممكن أدعي أنها في يوم من الأيام سوف تدرس في كتب التاريخ. يعني أنا طبعا اللي أنت بتقوله ده حقيقي يا أسف، يعني بشكل واضح جدا النهاردة احنا امام جلسة تاريخية من ضمن الجلسات التاريخية في هذا البرلمان اللي ممتد على مدار 150 عام. بعتقدش ابدا ان الجلسة دي تقل عن جلسات مهمة اتعملت في ملامح ولحظات مهمة في تاريخ الشعب المصري. وبصراحة الجلسة كواليسها كانت كتير، والروح اللي كانت فيها كانت مختلفة، والتفاعل معها كان مختلف على جميع الاصعدة. يعني النهاردة الجميع، اغلبية ومعارضة، كل فئات الشعب، السلطة التشريعية برئيس السلطة التشريعية، رئيس الحكومة، كمان ما لحق ده من التويتر اللي حطها رئيس الجمهورية، تؤكد على انه مصر كلها واحد، وانه كل من استثمر على مدار سنوات وعقود في التفرقة بين ابناء الشعب المصري، في زيادة الجهل، في الامعان في اللاشي والغير مجدي والغير مهم، في الاخر كل ده عند اللحظة اللي الشعب المصري بيتم استدعائه فيها او بيتم محاولة ان حد يجي على مقدراته على امن قومي، كلنا بنبقى واحد، وكل اللي تم استثماره ده بيروح كهباء منصور. طيب عبد المنعم، يعني انا ارفع الالقاب، انه كان من اللافت جدا انه النواب كلهم اغلبية ومعارضة، كلهم بالمعنى الحرفي كلهم على نفس ذات الموقف الذي يتفق مع الحكومة، يتفق مع الرئاسة، يتفق مع الخارجية، وبطبيعة الحال طبعا بيتفق مع الشارع لأنكم ممثلين هذا الشعب العظيم. بقدر ما هو لافت، بقدر ما هو برضو متوقع جدا من السياسيين المصريين عبد المنعم، لكن هل تعتقد أنه كانت هناك بعض الشكوك قبل انعقاد هذه الجلسة؟ يعني اعتقد طبعا في استثمار في انه لا، مصر مش هتبقى قادرة، يعني الاختلافات كبيرة، الوضع الاقتصادي والظرف الاقتصادي ممكن يجعل بعض الناس تقوم بمغامرات في هذا الامر وشاء الصف يعني. لكن في الاخر الامر واضح جدا، انت النهاردة يعني بامانة جديدة، وخلينا نتكلم معاك يوسف بكل صراحة، يعني أمين. الفترة اللي فاتت كانت كاشفة جدا، اللي حصل من 7 اكتوبر، حجم التجرؤ، انك حتى بتشوف ناس بتتكلم عن دور مصر وبتتكلم عن التضحيات، وتشوف حتى بعض زعماء الدول القريبة يقول خطاب شعبوي وفي الاخر لا يقدم شيء، وعلاقات مستمرة ولا اكنه بيقدم شيء على مصر اللي قدمت الاف من الشهداء على مدار سنوات. مفيش حد قدم للقضية دي قد المصريين بعد الشعب الفلسطيني، ومفيش حد النهارده يقدر يتكلم. انا عايز اعرف لو ما كانتش مصر من اول يوم، والمؤتمر المهم اللي انا بعتبره من العلامات الفارقه في التاريخ، مؤتمر الرئيس السيسي مع المستشار الالماني، لما الرئيس السيسي قال بوضوح كده، يعني قال المشهد وقال الحقيقه وقال اللي بيتقال في الابواب المغلقه، لو ما كانش القياده المصريه عملت ده، ما كانش اللي بيحصل في المعبر وفتح المعبر والملحمه العظيمه اللي عملها الشعب المصري، انت بتتكلم عن 30 دوله ارسلوا مساعدات، الشعب المصري في الظروف الاقتصاديه الصعبه دي، مش بنتكلم في ظروف عاديه، يجمع 4 اضعاف اجمالي 30 دوله قدموه، يعني ده مشهد مهم. فالنهارده الواحد بيحزن من فكره انه ناس ممكن تتكلم عن دور مصر او التقليل منه او انه مصر ما قدمتش شيء، وبالتالي لا، يعني في اللحظه دي احنا كلنا واحد، كلنا ملتفين حول جيشنا، حول الإدارة السياسية المصرية بشكل واضح جدا ضد مخططات التهجير والتوطين وما غيره. وأعتقد النهاردة خلينا أقول لك كمان من الملامح المهمة جدا في هذا الإطار، تعرف الفترة اللي فاتت احنا مطلعين على العالم بيقول ايه واللي بيحصل والمقالات اللي بتتقال بره ومراكز الأبحاث، الكلام بقى بتاع وأصل خلاص بلاش سينا، خدوا
اللي هجروا نص الشعب غزه ويتسكنوا في المدن الجديده والكلام ده. النهارده الكلام كان واضح، لا توطين ولا تهجير ولا في سيناء ولا في اي حته في مصر، مش هنسيب حد يصف القضيه الفلسطينيه دي، ومش هنسمح لحد انه يصف القضيه الفلسطينيه دي لا على حساب مصر ولا حتى على حساب الاردن. كلام النهارده كان واضح، رد على حاجات كتيره جدا بتحصل الفترات اللي فاتت وبتتقال ما بين السطور او بشكل واضح، واعتقد ان الموقف ده كان لازم ان احنا نكون داعمين ليه ومؤكدين على انه مصر واحده واحده، وانه زي ما قلت النهارده في الجلسه هم اهلها في رباط الى يوم القيامه، ده وعد الرسول الكريم لينا، وبالتاكيد محدش يحاول يلعب في هذا الموضوع او يحاول انه يستثمر في الفرقه، لانه الشعب المصري ما يمشيش مع الكلام. طب عبد المنعم، يمكن بتعبيرات الافلام الكلاسيكيه بتاعت زي الناصر صلاح الدين يقول لك الزحف المقدس، فتعتقد انه على البرلمان ان يبدا في زحفه المقدس تجاه الولايات المتحده الامريكيه، اي انه يبدا تشكيل وفود سواء اذا كانت من برلمانيين، من سياسيين غير برلمانيين، شخصيات عامة سياسية إلى آخره، للولايات المتحدة الأمريكية، مناقشات تتم مع الخارجية الأمريكية، تتم مع الكونغرس، تتم مع مراكز التحليل والتفكير السياسي؟ يعني أعتقد ده دور مهم، والفترة اللي فاتت لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بالفعل كان لها عدد من اللقاءات مع الناس، ويعني أعتقد إنه الفترة القادمة قد تشهد تحركات كتير. يعني أنا زي ما قلت النهارده انه يعني مصر بتتحرك في الوضع السياسي الخارجي دائما بالحكمه وبالتأني، لكن في الاخر الصبر حدود، واحنا كروتنا عندنا كروت كتير ولسه كروت كتير جدا لم تستخدم. يعني انا كنت بسمعك في المقدمه كنت بتتكلم، انت رحت النهارده قلت لهم اسبوع واحد بس احنا نجمد مساله منع اللاجئين، ونجيب بقى كل اللاجئين اللي في افريقيا وفي العالم يروحوا لاوروبا ويورونا بقى هيعملوا معاهم تهجير ازاي. اللي عاوز يتفضل يعني يتفضل، ملناش دعوه. الامور لازم يعني القصه كده مش هتنفع. موضوع فتح كامل للمعبر من الجانب الفلسطيني اللي بتهيمن عليه اسرائيل، ودخول كل المساعدات، وقف اطلاق النار، والدخول فورا في مفاوضات للسلام، هذا امر يعني قبل كده على فكره من اسبوعين ثلاثه كان امر ايه سياسي، النهارده هو امر ضروري للغرب قبل الشرق، لانه بوضوح كده المشهد اللي بيحصل دلوقتي في تدمير لكل بقى الاتفاقيات الدوليه، للقانون الدولي، للعلاقات الدوليه، كل الكلام اللي درسناه والعالم من بعد الحرب العالميه الثانيه على مدار العقود حاول يدرسها باعتبار ان دي القيم الانسانيه ومتوافق عليه العالم، النهارده ده كله بيتكسر. ومحدش قد ان احنا ندخل في فوضى عالميه، وفي فوضى من شانها انه خلاص النظام العالمي ده كله ما ينفعش وعايزين نظام جديد. انا بقول بشكل واضح كبرلماني مصري انه اوروبا والغرب هم اكتر ناس لا يستطيعوا ان يتحملوا ما سيحدث من ترسيخ هذا الامر داخل بلدان العالم في الشرق. هذا امر يجب ان يعاد النظر فيه، والنهارده يجب ان يحصل تدخل، واحنا انا رايي وباكد انه يعني الدوله المصريه لسه في دور كروت كتير، احنا القوى الناعمه المصريه اللي اشتغلت على مدار الاسابيع اللي فاتت من المؤثرين سواء اعلاميين او الشباب، حتى البنت الرحمه اللي قامت قدام المعبر واتكلمت مع المراسل الامريكيه غيرهم، الناس دي عملت تحرك اثر في مجتمعات كامله وخرجت الاف ومئات الالاف من الناس في كل حته، اللي كانوا في الاول مش شايفين انه في حق، النهارده بقى كله محركات البحث العالميه في كل الدول بتشوف فلسطين وبتشوف اصل القضيه. فالحاله دي اكبر من انه حد يتجاهلها، الحاله دي هتفضل مستمره. وقف ما يحصل على العدوان على اهلنا في غزه يجب ان يتوقف، الشروع فورا في الدخول لمفاوضات سلام ووقف اطلاق النار، انا اعتقد انه امر ضروري للغرب قبل الشرق. صحيح، انا بشكرك جدا 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 سياده النائب عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، اشكرك.